ازيك يا ملاك؟ ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. اخويا موجود؟ لا، مين يا هاجر؟ ملاك يا ماما. اهلا، ازيك يا ملاك؟ انا كويس. عبد الحميد موجود؟ لا، ده راح لك. انا نسيت موبايلي في البيت. طيب انا هرجع له. لا لا لا، ادخل انا هطلبه لك. هجيب التليفون بس. اتفضل. ازيك يا ملاك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. مش عارفه اقول لك ايه. انا اديتك كل الحلول، مفيش ولا حل رضيك. ايوه عادي. ايوه عبد الحميد، انت فين؟ انا قاعد عند ملك. في حاجه عادة؟ عادة في ايه عادة؟ طب انا هقوم همشي انا بقى. اقعد يا ملاك، هو قال لي انه جاي على طول. انت مالك؟ فيك ايه؟ مفيش، انا كويس. اخواتك كويسين؟ الولاد عاملين ايه؟ كويسين، ماشي الحال. طيب معلش يا مدام عايده، انا هقوم همشي. لا اقعد بس. صح. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا ملاك؟ ازيك يا عبدو؟ هو هنا من بدري، كان عايز يمشي، وقلت له يستناك لحد ما تيجي من عنده. اعمل لنا شاي عادل. مش قبل ما تيجي. نسيت موبايلي. نسيت موبايلك. ربنا يستر بقى على اللي هيحصل. ايه مالك انت كمان؟ تعرفني؟ اهي ناقصاك؟ مفيش، الحمد لله. جت سليمة. ده آخر حد المفروض أجيله. ورغم كده لقيتني بجيلك من نفسي. ما تخدين عليك ليه يا ملاك؟ في ايه؟ انت ممكن تتخض لو اتضربت بالقلم ولا اتشنكلت، انما ان اقع في حفره والاقي التلطيش جاي لي من كل ناحيه، ده اللي كتير قوي. عادة انا عمري ما هكون اخر واحد يسمعك، حتى لو انت قلت كده. قول في ايه بقى وخلصني. لا تتكسف مني ولا ايه؟ أنا مكسوف من نفسي يا عبد الحميد.